vers la mer Noire. Accentuer ces échanges et ce retroussien qui va venir à peu près. Les gens vont se réunir pour la. Les humains vont toujours essayer de. اليوم غادي ندير واحد الندوه في هذا الفضاء ديال البيبرز كلاب في الدار البيضاء حول المدينه، يعني نلقي واحد النظره شموليه على المدينه. هاد الندوه هادي كتندرج في واحد السلسله ديال الندوات اللي غادي نبقاو نديرو هنايا كل شهر، يعني كل اول سبت من كل شهر. وغادي تكون واحد كل مره غادي تكون واحد النظره ديال واحد المختص، واحد السيد اللي غادي يجي يهضرنا على المدينه. يعني المره الاولى غادي يكون فيها مهندس معماري اللي هو انا، والمره الماجيه غادي يكون واحد الكاتب، ومن بعد غادي يكون شاعر، ومن بعد غادي يكون يعني منتج سينماتوغرافي. هذا الشيء اللي كنقولوا انه غادي هاد النظرة هذه على المدينة اليوم هي أساسية، لأنه احنا اليوم في واحد المنعطف في التقدم ديال المدن، يعني على الصعيد الوطني المغربي ولكن حتى على الصعيد العالمي. يعني بغينا نعطيو واحد التصور ديال 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 الناس، ويكون واحد الحوار مع المواطنين اللي غادي يحضروا لهاد الندوه هذه حول الارتسامات ديالهم حول المدينه. اما بما يخص الكتاب ديالي اللي هو سميتو لي كرونيك دو دتخوا، يعني اخبار المضيق، وهو كتاب حول بعض الاشخاص اللي كانوا عاشوا في مدينه طنجه في اوائل القرن العشرين، منهم اجانب منهم مغاربه. يعني في واحد الفتره التاريخيه كانت جد مهمه وجد حاسمه في المغرب قبل دخول الحمايه في المغرب. وهو كتاب يعني هو سي ان رومان، يعني هو كتاب كيشرح لنا هاد الناس اللي كانوا عايشين كي كانوا عايشين في طنجة، يعني منهم بالخصوص الأجانب في هذه المدينة اللي كانت عندها واحد الصبغة عالمية، يعني ستاتيو انترناسيونال من 1923 حتى 1956. هي مدينة طنجة اللي عندها واحد التاريخ خاص في التاريخ العام ديال 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 المغرب. دونك هذه الرواية هذه هي كتعطينا واحد النظرة مهمة، ونظرة تاريخية على مدينة طنجة وعلى الجو اللي كان فيها الناس عايشين فيها في ذاك الوقت، في ذاك التاريخ، في تاريخ المغرب، يعني في التحولات السياسية اللي كانوا ديك الساعة في آنذاك في المغرب. تأينا كمجتمع مدني باش ندير واحد الدورة على المدينة بصفة عامة تحت جميع التصورات ديالها، دورة اللي غيتشهد تدخلات ديال مجموعة ديال اختصاصات بما فيهم تعمير، علم اجتماع، انثروبولوجيا المدنية، شعراء، سينمائيين، رسامين، باش نحيطوا وناخذوا واحد النظره شموليه على المدينه وعلى المشاكل ديالها وكيفاش نقدروا نلقاو بها الافضل والاحسن.